تحذيرات أطلقها البنك الدولي للعراق بعدم الإفراط بالنفقات بسبب العجز في الموازنة التي يشكل بيع النفط الخام منها 90% من الإيرادات، ما يجعل الاقتصاد العراقي في دائرة القلق والمخاوف من تقلبات أسعار الأسواق العالمية ورهين المواقف الجيوسياسية للدول المصدرة. البنك الدولي قال إن العراق يعيش حالياً ما وصفه بالرخاء المالي النسبي مع ارتفاع أسعار النفط الذي يعد مصدراً رئيساً في وارداته المالية، مطالباً حكومة السودان بدعم قطاعات الصناعة والزراعة وتعضيد الإيرادات غير النفطية من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي الهش أساساً. وفيما يخص القطاع الخاص، أكد البنك الدولي أن الحكومة أهملت هذا الملف رغم أهميته، لا سيما في ملف منح التجار والمقاولين ضمانات في المشاريع الاستثمارية، اتهام يدحض ما أكده السوداني خلال لقاء عقد على هامش اجتماع الأمم المتحدة من أن حكومته دعمت القطاع الخاص في قانون الموازنة العامة، حيث دعا أعضاء غرفة التجارة الأمريكية للمجيء إلى العراق دون أن يقدم لهم ضمانات تهيئة البيئة السليمة للاستثمار الأجنبي، ومنها تحجيم الميليشيات التي تسيطر على أغلب المشاريع في البلاد. اقتصاديون أكدوا أن هناك إهمالاً حكومياً واضحاً لأغلب القطاعات الإنتاجية في العراق، يضاف لذلك استخدام الشركات للعمالة من خارج البلاد على حساب الأيادي العاملة المحلية وأصحاب الشهادات الأكاديمية بمختلف التخصصات، متهمين الحكومة بعدم إلزام الشركات الاستثمارية بقانون يفرض تشغيل العراقيين بما لا يقل عن نسبة 75% مما تحتاجه من عاملين. اقتصاد هش وفقر وفساد وانعدام للخدمات، هكذا يبدو العراق في ظل وعود أطلقتها حكومة السودان ولم ينفذ منها شيء، لا سيما مع عجز مالي كبير تعانيه البلاد مع هواجس انخفاض أسعار النفط التي تهدد الاقتصاد العراقي، لتبقى طموحات العراقيين بالتعافي بعيدة المنال.